جيسي طعمي مستشارة بالعلاقات الزوجية موجودة معنا اليوم. بنحكي عن الطاقة بالزواج، الفيول بتقول جيسي بالزواج اللي لازم يكون موجود. بونجور. بونجور كاتيا. هلا منين بنجيبوا الفيول؟ هيدا السؤال، لأنه كل شيء دريننج بالحياة، كل شيء بيسحب كل هيدا الطاقة، بدنا نضل نعبي. صح، سألتك كنت عم بحكي، قلتي لي كل شيء عم بيسحب. ترو، كل شيء عم بيسحب من هالطاقة. كثير بتعرفي كاتيا، انا دائما بقول لهم، بحب هيك اعمل الستريشن للزواج. انا بقول لهم الزواج مثل واحد طالع بالطياره، هالطياره بدها فيول، صح؟ واللي انا ماني طيارجي، بس بسمع، كنت عم بسمع الستريشن بهالطريقه، انه عاده بس يعبوا الفيول بيعرفوا قديش بتطير السياره، يعني 4 ساعات 5 ساعات وات ايفر. ولا مره الطيارجي بينزل بيشوف اذا في بنزين بالطياره، بس بيطلع عنده قديش مؤشر على التيارة. سو أنا بقول لهم دايما الزواج هو مثل هالتيارة، وتيارة لتقلع بده يكون في مطار سيف يقدر يقلع منه الإنسان. كتير الزواج مهم، بس أنا بقول أول شغلة بتحرق الطاقة بالزواج، إذا بدنا نحكي هيك بهالتيارة قبل ما تقلع، هو السيفتي، الأمان. يعني كتير أوقات في كوبلز ما في أمان بالعلاقة. يعني إذا أنا بقعد مع شخص بحياتي، شريك أو شريكة حياتي أبيوزف، وأشخاص ما بتتحمل مسؤولية أخطائها، أنا ما ممكن أقدر أشعر بالأمان. وإذا أنا ما بشعر بالأمان، شو ردة فعل الطبيعية للإنسان اللي ما بيشعر بالأمان؟ بيتخبى، لأنه مني شعره بالأمان، بحس بالخجل، بحس بالشيم، بالعار، وبيهرب. تخيل اثنين عايشين مع بعض بس ما واحد منهم عم يشعر بهيدا الأمان. سأردي هيدا التيارة رح تقلع. كيف؟ مش قادرة تقلع لأنه ما في أمان، ما في أمان. سو هي الثقة، يعني بس نقول ما في ثقة، يعني كأنه في بس خيانة. هي الخيانة فيها تكون على كتير من الأصعدة. أنا كتير مهم خيانة الثقة. صح، مثل أي خيانة تانية. صح. وكاتيا كتير مهم بالكوبل، بيزعلني أنه ما بيقدروا يكونوا على حقيقتهم مع بعض. يعني إذا الكوبل ما كانوا قادرين يكونوا على طبيعتهم، هيدا الشيء، لأنه الإنسان شو بحاجة؟ الإنسان بحاجة للقبول، هيدا احتياجات كلنا بنعرفها، عادي طبيعية، بحاجة للسيكوريتي، الأمان، بحاجة لبيربس، يكون عنده هدف، وبحاجة للأيدنتيتي، أنا عم بلاقي هويتي بهيدا المحل. سو أنا وقتها هالأربع أشياء مش موجودين مع شريك أو شريكة حياتي، أوريدي صار في نقص. هيدي ون. مشان هيك كتير مهم نحن ككابل نشتغل إنه نحسس بعض بالقبول، بالأمان. وهيدي كل نقطة بحكي عنها، شو يعني قبول؟ للأسف كتير ناس عم بتطلق لأنه ما في قبول. أنا بدي غيرك، بدي أعملك الشخص اللي أنا بدي إياه، وأنت بدك تغيريني. ما فينا نغير. بيقولوا لك بس هو يعني الشخص الثاني تغير مع الوقت. كيف يعني؟ يعني انه انا ما كنت بعرف هيدا الشخص، او كان هو غير لما انا تعرفت عليه، او لما انا تزوجته. اليوم عم يتغير، وكانه الانسان هو بيبقى مثل ما هو، والانسان يعني ما بده بس يتغير. مش عم نتغير يعني ليه بنتوقع نتغير نختير وتجاعيد؟ هلا عم نقاوم هيدا الشيء. اوكي، بس نتوقع انه انا اليوم بال50 غير وقت كنت بال30، وقتها كنت بال30، نتوقع هيدا الشيء، بس ما بنتوقع هيدا الشيء بالزواج. نحن رح نتغير بالزواج، ولكن اللي رح ينجح الزواج هو القبول. انه انا اشتغل على حالي، انا كمان اتطور، انا كمان اشتغل على حالي تقبل الوضع اللي انا فيه. انا دائما بقول هيدا ذكاء، وي هاف تو ادابت. ما نحن كمان عم نتغير، يعني انا اليوم واحد اوقات لانه هو بيتغير بيصير يشوف الشريك كمان بغير طريقه. صح، ما نحن عم نكبر، يعني الاشياء اللي انت كنت تشوفيها قبل وما تشوفيها قبل، هلا صرتي بتشوفيها. صح، يعني انا بستغرب بقول انا كيف يعني هالاشياء ما كنت انتبه لها قبل. ايه، ما كان عندي النضوج الكافي اني اشوفها. بس هل في قرار بالقبول ولا لا؟ هيدا اكيد نحن يعني هيدا هو لازم يكون عندنا قرار بالقبول. شغله ثانيه، بس نيجي ننفتح مع بعض كاتيا، لانه انا رح غلط وانت رح تغلطي، كلنا رح نغلط. لازم يكون في مساحه من القبول بهالعيله، انه انا اقدر اجي انه ام سوري انا غلطت، اوكي، وما اقدر احس انه ما في محل بهيدا البيت للغلط. ما اوريدي نحن تحت
بريشر كثير كبير من العالم بشغلنا، قاعدين على مثل ما بقولوا سوسو نقطه، يعني اذا ها بالحياه كل الدنيا ضغط علينا، بالبيت انه يكون في شويه قبول للغلط، ومش بس انه اقبل بنفس الوقت اكسبتنس، بس كمان يكون في اعتراف بالغلط، لانه كثير ما هو اذا أوقات الشخص قادر يعترف باغلاطه بصير يقبل اغلاط الاخرين، بس صح. اذا مش قادر يقتنع انه هو بغلط او هو عم يغلط ما رح يقبل 100%. مش هيك نصيحتي للكوبل، بليز القوه هي انك تعترفي بغلطك. كثير ناس ما بيعترفوا بغلطهم وهيدا عم بيدمر الزواج. نو انا غلطت ام سوري، شو بدها؟ هيدي قوة الإنسان يقول أنا بعتذر كاتيا أنا غلطت. حتى بحياتنا اليومية هيدي بدها قوة. إذا أول شيء مننطلق نحن من هيدا الأساس، هيدا بيعطي فيول أوريدي للزواج. إذا هيدا ما كان موجود أوريدي تيارة ما رح تقلع. في أوقات كل هودي بيكونوا موجودين، أو على القليل بيبينوا أنه موجودين، ومع الوقت في شيء بيبرد. صح، لأنه لقلك شغلة، الأولاد بيحرقوا ولا بيعبوا؟ اكيد بيحرقوا كل حياتهم. اكثر سورس بتحرق الفيول هي الاولاد كل الوقت 24 ساعه، ونحن وين بنسكب طاقاتنا؟ هونيك. الشغل بيحرق الفيول. نحن وين عم نقضي وقتنا؟ بالشغل. العلاقات، المشاكل العلاقاتيه بنسميها، يعني كثير عندنا مشاكل بالشغل بالحياه بالعيله، هاي بتحرق الفيول. سو نحن عايشين عهتلت اشياء اللي ما بيعملوا شيء الا بيحرقوا الفيول. طبيعي اذا هيدول هن مصدر حياتنا اللي عم نقضي اكثر وقت فيهم واللي عم نسمح لهم ياخذوا من هالفيول، الفيول ما رح يعبي. نحن عم نسحب 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 ما رح يعبي. منين نجيب الفيول؟ مين مسؤول يعبي؟ صح. انا اول شغله الفيول باخده هو انه يكون عندي مي تايم، وقت لإلي انا. كتير أوقات منجي نيدي بالعلاقة، يعني أنا بتوقع من شريك حياتي، صح شريك حياتي هو عنده دور بحياتي، ولكن مش هو رح يملأ كل احتياجاتي. أنا لازم يكون عندي وقت أنا أعرف أنا مين، أنا شو بدي، وكيف باخدت، شو اللي بيعطيني طاقة. متى أنا طاقتي من الصلاة، أنا النوع بيقوم بدو أنا صار أولادي بيعرفوني، إذا ما بقعد ساعتين بقرأ اي مديتيت بصلي بروق، بس اطلع بيعرفوا بيقولوا لي مام فوت رجعي على الاوضه فوت رجعي على الاوضه، صاروا بيعرفوا. هيدي طاقتي. كل انسان فينا عنده الطاقه، في ناس طاقتها ما بعرف تروح تعمل سبار تقعد لوحدها اي دونت نو، بس في طاقه انت لازم تاخديها وتشتغلي فيها على حالك، تعرفي هويتك، تعرفي انت مين، تعرفي انت شو بدك، انت تعبي الفيول، ما تنطري شريك او شريك حياتك يعبوا لك الفيول. لانه للاسف نحن كثير اوقات بنجي لانه ما بنعرف نعبي زيتاتنا او الفيول تبعنا، بنكب كل تقلنا على الاخر، طب ما الاخر كمان حامل حاله وحامل، ما هو منشف وانا منشفه، مين بده يعبي الثاني؟ فاول شيء بقول لهم انا مي تايم، كل واحد فينا لازم يكون عنده وقت خاص بينه وبين نفسه، يدرس حاله، يسال، يعرف شو اللي بيعبي لي الفيول بحياتي. ثاني شغله وقت مع شريك حياتي. صدقوني الزواج شريك حياتي او شريكة حياتي بيعبوا لي الطاقه كثير. سكس بيعطيكي طاقه، الانتيميسي بتعطيكي طاقه، تطلعي 24 ساعه تقضي وقت مع شريك حياتك بيعطيك، تسافروا سوا تمشوا سوا. للاسف وي نيجلكت، بنهمل الشيء اللي بيعطينا طاقه. ما انا ليه تجوزت؟ ما ليه اسمه شريك حياه او شريكه حياه اذا ما بعرف استمتع معه، ما بعرف انبسط معه. سو كثير مهم، صدقيني ما حدا بيعطي وقت للزواج، بيجوا لعندي بقول لهم يا عمي حرام عم تحطوا مصرياتكم، ما تجوا اذا مش مستعدين تقضوا وقت مع بعض، ما تجوا لعندي. يور ويستينج ماي تايم ويور تايم، قضوا وقت مع بعض. ما في وقت الاولاد جايز، الاولاد بس رح يشوفوا زواج سعيد هيدا رح يساعدهم، هيدا رح يعطيهم امان، وانه يحسوا انه في بابا وماما. احلى هديه، احلى هديه بنقدمها لاولادنا بتعرفي شو؟ احلى هديه مش سياره ولا جامعه، انه بس يشوفوا بي وام بحبوا بعض. هيدا الهديه اللي ما تتخيلي قد ايه الولد، لانه الولد حياته برا كلها مزعزعه، تنمر بالمدرسه، بالبيت كمان يحس الأمان ببلش من قلب البيت وما ببلش من الأشياء المادية. صدقيني دراسات بتفرجي أنه الأولاد الأقل
ماديا مش هن اللي عندهم عقد نفسي. بما انه حكيتي عن المادي اليوم بنقول انه الازمه الاقتصاديه هي عم بتسبب هذا التوتر بين الشريكين وعم تولد طلاقات كثيره. صح، الستريس والازمه الماديه هي عم بتكون نسبه عاليه من الطلاق، لانه الضغط بيسرق الفرح. الستريس شو بيعمل فيك؟ بياثر على عقلك، بتبطل تفكري صح، بصير شورت تمبر، بس حدا بتهب دغري، بصير عندنا أنجر وبتأثر علينا جسديا. سو أنا اليوم هل الستريس اللي أنا فيه رح يحل مشكلتي؟ انسى الزواج، معناتها أنا لازم أشتغل على الستريس، لازم يروح. ما رح نعمل هلأ بدنا حلقات، لازم أقعد أفكر أنا كيف بدي أخفف الستريس تبعي لما هيدا شيء يأذيني ويأذي عائلتي. هو الستريس صعب يمكن انه تخففيه مع كل الضغوطات الموجوده، بس يمكن الواحد بخفف القلق تبعه. القلق، لانه القلق هو قرار، الانكزايتي هي قرار، انا بقرر يكون عندي انكزايتي ايه ولا لا. شو بعمل بهيدا الستريس كاتيا؟ هيدا هون شو ما كلنا ستريس، فمشان هيك انا عم بقول لك المي تايم او الوقت اللي انا بقضيه بيني وبين نفسي، صدقيني هيدا وقت يعني كثير مهم، لانه هيدا لوحده بقيم كثير قصص، بساعدني افكر بكثير طريقه، بلاقي طرق كيف خفف الستريس. كيف بخفف القلق تبعه الواحد الان؟ تعبان، عتلين هم بكره، كل شيء بيقول اليوم انه بدك تعتلي هم بكره، بيقولوا لي كيف بدنا يعني جريت. الحكي هين صح، انا قلقت تغير بكره؟ ما تغير بكره، بس قولوا لي حدا إلي يعطوني انا وصفه لإلي، حدا إلي الدليل هو بياخده من حاله الواحد انه صار له كل حياته الان وما في شيء تغير، ما في شيء تغير، والوقت حل كثير اشياء ابدا، والستريس بيوقف يخليكي تعرفي تفكري صح. مشان هيك انا بقول مثلا، انا قلت لك انا من النوع اللي اذا صليت واذا شغلتين رحت على البحر وقعدت، هدول الشغلتين بيساعدوني فكر مزبوط. يعني انا اليوم شو بدي اعمل؟ اوكي، وكثير مهم. طب اذا انا صرت انكشس شو عم بعمل؟ انا ما عم بقول سهل، ما عم بقول انا دائما بيرفكت ومني لا، بس نشتغل على حالنا دائما في شغل. هيدا اللي بدي اقول، لازم نشتغل على حالنا، لانه هيدا الشيء بيدمر العلاقه، بيدمرني انا شخصيا، بيدمر زواجي وبيدمر بيتي. لو بيعطي نتيجه صدقيني كلنا بنعمله. طب هيدا الفيول منجيبه نحن اثنيناتنا كشريكين، بعد في كمان فيول بعد في، بس انه كمان منجيبه كشريكين تنقول قدرنا نحصل عليه ولا على جزء منه منحطه بهيدي العلاقه. بس في اوقات يعني احنا بنقول لازم تكون العلاقه 50-50، يعني انا بقدم شوي وانت بتقدم شوي تحت نلتقى على نص الطريق. في اوقات فيولات واحد منهم ما بيوصلوا على نص الطريق، وفيولات الثانية قادرة توصل على 80% مش على 50%. بس في هيدا الكبرياء اللي بيقول لا أنت ما قربتي أنا ما بقرب. هيدا هو اللي لازم نحن نتوضع فيه. أنا دايما بقول الزواج مع الكبرياء، الكبرياء هي مقبرة الزواج. مش هيك أنا عم بقول، إذا أنا بشعر بالأمان، تبعتي أول شغلة، إذا أنا بشعر بالأمان بقدر أكون على حقيقتي، يعني عريانة قدام شريك حياتي ما رح يكون عندي برايد. ليه؟ لأنه شعره بالقبول. بس إذا أنا ما بشعر بالقبول منك ما رح أقدر أكون على حقيقتي، وبالتالي الكبرياء هو كفر، أنا عم ديفنسيف ميكانيزم، أنا عم بخبي ضعفي لأني ماني شعره بالقبول. مشان هيك برجع بقول كتير مهم نقدر نشعر بالقبول لما يكون في هيدا البرايد أو هيدا الكبرياء اللي عم بيوقف إني أقبل المساعدة، لأنه مش دايما كلنا رح نكون كلنا واقفين دايما. أنا يا ما بكون قاشطة بس جوزي بشيلني، ويا ما هو بيكون قاشط انا بشيل. الحياه بارتنرشيب، ما نحن شركه، شراكه. هلا وين بيصير في ما بيعود في بالانس؟ وقتها لفترات طويله الشخص اللي بيكون دائما عم بيعطي عم بيعطي عم بيعطي والثاني عم بياخذ، هيدا مثل ما بيقولوا الفيول تبعه بيخلص بيتعب. مشان هيك انا بقول لازم ننتبه انه نكون عم نعرف نعبي. شغله كثير مهمه كمان كاتيا، الناس ما بتنتبه لها بالزواج، اللي بيعطي فيول يكون عندنا جود فريندز، لانه عنا فريندز بس للاسف مش كلهم جود. يعني انا بعرف كثير من اصحابي منهم كثير يعني جود، لانه مش كل الناس شو يعني جود فريندز، يعني مثلا ليتس سي كومن فريندز ولا كومن جود فريندز، يعني اشخاص كابل بحياتي اي لوك فورورد اقضي وقت معهم، انبسط معهم، زواجهم سليم، بنقدر نحكي مع بعض. عرفتي شو قصدي؟ يعني بنقدر اذا شافوني عم غلط يقولوا لي جيسي نو ليه حكيتي مع مفيد بهالطريقه؟ شوف شو في بيناتكم، شو صاير؟ عارفين، ما عم بقول هني كونسلر، بس اصحاب اصدقاء امينين
بيقدروا يقولوا لنا الاشياء بمحبه، وبنفس الوقت نقدر نتطلع ونتعلم منهم. يعني في اشياء انا بتعلمها منك، انت بتتعلميها مني. كثير مهم هالكوميونتي تكون حوالينا، يكون في عنا زواجات سليمه حوالينا، سليمه حوالينا، لانه في لانه اوقات بنشجع بعضنا على الغلط. بهالايام بتنبش عليها، لانه اوقات بنشجع بعضنا على الغلط. انا دائما بقول لهم، بتقول لي ما نصحوني، ما هي طلقت، قالت لي اتس بيتر انك تطلقي لانه ما في شيء رح يزبط. سوري، ماي اكسبيرينس، خبرتي انه علاقتي الزوجيه غير علاقتك الزوجيه، سو ما فيك تاخذي علاقتك الزوجيه وتطبقي علي، بس فينا نتشارك. مشان هيك انا عم بقول اللي بيعبي فيول بالعلاقات كمان هو يكون عندنا كابل بحياتنا، نحن بنحب زواجهم وبنحب انه نكون معهم، مش كاملين في هالليفل كمان من الصراحة، انتقلنا من البيت صار عندنا شوية سيركل أوسع، لأنه الأهل بعقده بس ما فيهم يكونوا أوبجكتيف. الأهل بعقده، حب الأهل ما حدا بيخبيه، بس ما بيقدر يكونوا موضوعيين بالنظرة. قد ما يجربوا بنتي ابني سوها بيخلق مشكلة أكبر، يعني بيصير بدل ما نكون عم نحلحل مشاكلنا منزيد. مشان هيك أنا بقول كابل من برا بيقدر يكون موضوعي أكتر، نوثق فيه، وبالتالي هيدا كمان بيعبي الفيول بالزواج. صدقيني هول نصايح يمكن يطلعوا عليهم ناس يشوفون صغار، بس يطبقون ويشوفوا النتيجة. كنت عم تقولي بعد فيه ستريس، بعد فيه سورس للستريس غير اللي حكينا عنهم؟ اكيد المصاري اللي حكينا عنها، وتشز هيدا كتير مهم. مشان هيك انا بقول لازم يكون في صراحة بموضوع المصاري من الميلتين، لأنه عدم الصراحة والتخبية بغض النظر شو هي، ونحن بنفكر يعني ما بيكون عارف الشريك هو شريكه بأي وضع، صح، ونحن بنفكر إنه يصير في سوء تفاهم. إيه، نحن بنفكر إنه ما معهم مصاري هن عندهم ستريس. نو، اللي عندهم ستريس هن كمان اللي معهم مصاري كتير، لأنه قلقين على كيف بدنا، وين بدنا نحطه، كيف بدنا نعمل انفستمنت، شو بدنا، عرفتي؟ سو الستريس هو منه على حاله معينه ماديه اذا معي او ما معي، الستريس هو حاله ذهنيه انا بختارها اذا كان معي او ما معي. مشان هيك انا بقول الكابل، انا استغنيت بفتره كثير كبيره من حياتي كاتيا على كثير قصص، لانه ماديا نحن ما كنا قادرين. سو كان فيني اعمل شغلتين، لا انا مش قادره، او لا في اشياء سيارتين فينا يكون معنا سياره. حتى أنا في فترة أول ما تجوزت تليفون ما كان معي، تخيلي. سو في بعض المراحل نمرق فيها صعبة، ما عم بقول هينة، رح تجي علينا عواصف كتير، بس شو رح أعمل؟ سو أو رح كون ناضجة ونقعد، بس كتير مهم يكون في صراحة، لأنه المشكلة بالتخبية. تخيلي لو جوزي مخبى علي وأنا ما معي خبر، وبعدنا عم بعيش بنفس الطريقة اللي أنا كنت عيش فيها قبل، وين كنا صرنا اليوم؟ بس لأنه كان صادق وصريح معي قدرنا نوقف حد بعض، تخطينا هيدي المرحلة. ملخص اللي بدنا نقوله، أول شغلة خلي يكون عندي مي تايم كاتيا، وقت أنا لنفسي عبي الفيول. بليز وقت مع شريك حياتي كتير مهم، أصحاب يكون عندي جود فريندز بحياتي، نجرب نشتغل إنه نخفف الستريس. ولاد بيحرقوا الفيول، انتبهوا، الشغل بيحرق الفيول، عرفوا كيف تلاقوا البالانس بحياتنا، وين منعبي وين منصرف. هيدا اذا بدي لك اياه باختصار. وفي كثير مصروف، خلي ما يكون على واحد اكثر من الثاني، خلي اثنين يكونوا عم بيصرفوا ويساعدوا بعضهم. جيسي تاني، مستشاره بالعلاقات الزوجيه، شكرا لك، اهلا وسهلا فيكي. واقفه هلا عم نرجع نتابع لايف.